قاعدين نستضيفوا فنان فلسطيني تبعته من خلال البرنامج أغاب أيدول، هو محمد عساف. يرتبط اسمه ديالو بالحزن، بالحرب والحصار والمعاناة، سفير النوايا الحسنة، محبوب العرب، أفضل فنان ونجم عربي في 2013، صاروخ فلسطيني مليء بالحيوية والفرح، صاروخ فلسطيني من نوع آخر. إنه محمد عساف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بأس عليك. الحمد لله، الله يخليك يا أول رب. حاجة باسم كل المغاربة اللي كانوا متبعين البرنامج أغاب أيدول ولي فان ديالك اللي تما، تنقول لك مبروك على النجاح ديالك أولا. الله يبارك فيك. وحنا فرحانين أنك تتواجد معنا في المغرب. الله يخليك. يعني كلمة صدق حقا في حق الشعب المغربي، هالشعب الرائع، من أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي صدقني، بدون مجاملة أو بدون يعني رسميات أو تمثيل، بتحس بهذه الطيبة وهذا الكرم وهذه الحفاوة اللي صدقا لم أشاهدها صدقني يعني في أي مكان آخر، يعني عدا فلسطين، يعني بالتأكيد أهلي وربعي، ولكن هالشعب الطيب ما شاء، يعني صدقني من كل قلبي عم بقول يعني قديش انه هالشعب طيب وبحب الشعب الفلسطيني جدا. فاكثر من اني اقول لك انه من اروع الناس اللي شاهدتهم بالحياتي هم الشعب المغربي. اذا محمد عساف، انت كنت خرجتي اغنيه وانت باقي صغير، 16 عام، علي الكوفيه. نعم. لديالك. نعم، هاي اغنيه خاصه فيه. يعني كنتي صغير وكتبتيها، ودابا يا دابا ملي تشهرتي وليتي تتغنيها. نعم. عطينا شي مقطع للمشاهدين والناس اللي معنا الان. علي الكوفيه، علي ولولح فيها، وغني عتابة وميجانة وسامر فيها، هز الكتف بحنية، جفر عتابة ودحية، خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. تبارك الله. بغيت نقول للمشاهدين بان هذه الاغنيه تتغنى، اصبحت هذه الاغنيه من اشهر الاغنيات اللي تتكون في الافراح، في الفولكلور، وكذلك في الحفلات، كل شيء تغني هذه الاغنيه ديالك. نعم. محمد عساف، تبارك الله عليك. الله يخليك يا رب. من بعد صدرتي اول اغنيه ديالك، يعني في انتظار الالبوم. نعم. يعني يا حلالي يا مالي، انا اصدرت اغنيتين سنجل، الاولى كانت يا العرب. نعم. كلمات الشاعر نزار فرانسيس والحان رواد رعد. الحمد لله. وكانت تاني سنجل اللي هي أغنية يا حلال ويا مالي اللي على اليوتيوب فقط 3.5 مليون مشاهدة، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني السنجل يمكن أنا بعتبره أنه مهم يمكن أكثر من الألبوم، يمكن أنا العكس، ولكن ألبوم بضل مهم في خاصة في بداية أي فنان، تعرف. أنا عندي ألبوم إن شاء الله أصبح جاهز، يعني موجود الألبوم؟ موجود وجاهز، ولكن بستنى في 12 أغنية. 12 أغنية. نعم. يعني شنو هما الألوان اللي تطرقتي لها في هذا الألبوم؟ يعني غنيت بعدة ألوان صدقا، يمكن الطابع الأغلب كان اللون الشامي اللي هو اللون السوري مع لبناني مع الفلسطيني، أو اللهجة اللي هي تبعتنا تبعت بلاد الشام. حوالي 6 أغاني عندي، أغنية خليجية، أغنية عراقية، عندي حوالي أغنيتين مصريات. والأغنية المغربية؟ والله الأغنية المغربية أنا يعني صرت صدقا عم بفكر بكل صراحة أنه أنا أحاول أنه أعمل أغنية بتمثل المغرب العربي ككل، لأنه أنا لو قلت لأحد أنه عندي فانز كتير بتعرف من المغرب العربي. نعم. من المغرب والجزائر وتونس ليبيا، ومن ليبيا أيضا على فكرة. أنا موليد ليبيا، يعني أنا موليد ليبيا. أنت تزديتي في ليبيا؟ أنا موليد ليبيا طبعا. نعم. أنا يعني أهلي عاشوا تقريبا حوالي 21 سنة في ليبيا. نعم. وخرجت من هناك وأنا عمري حوالي 4 سنين ونص تقريبا. اللي بدي أحكي إنه الألبوم، عشان أرجع للموضوع، 12 أغنية متنوع. بتعرف تحدي دائما الألبوم الأول لأي فنان في بدايته، بدك تنتقي جيدا، وهذا اللي أخر ألبومي. يعني أنا بشتغل على الألبوم من شهر 10 الماضي،
يعني تخيل صار لفترة طويلة عم بشتغل عليه. أبرز الناس اللي رحت تعاملت معهم بالألبوم الموسيقار الرائع ملحم بركات, في أغنية من ألحانه مع الفنان زياد برجي حوالي 4 أغاني يعني صدقا. الكاتب أحمد ماضي أيضا تعاملت مع أيضا مع الفنان أيضا نزار فرانسيس الشاعر نزار فرانسيس. أيضا في أغنية فلسطينية كمان عشان ما أنسى بالألبوم, تعرف أنه في خضم هالأغاني وهاللهجات أيضا حابب أعمل هوية للأغنية الفلسطينية كمان من خلال أنه كون أنه أنا فنان فلسطيني تعرف غير هذه يعني شغلة خاصة أكيد بالشعب الفلسطيني. أنا هيك أنه يعني أنه على المستوى العربي معروف, ولكن بهمني أيضا أنه تكون أغنية فلسطينية في ظل هالخضم من الأغاني واللهجات الكثيرة سواء كانت مصرية أو نعم. لبنانية أو خليجية أو مغربية. فمهم هذا الشيء بالنسبة لي. أتمنى إن شاء الله أنه هالألبوم يعني يكون فاتحة خير علي رب, ويرضي جميع المتابعين لإلي والفانز اللي بتوجه لهم بالتحية من خلالكم. نعم سي محمد عساف, غادي نشوفك في المونديال ولا لا؟ إن شاء الله أكيد أخيراً هو الحدث الأهم يعني. نعم. رح يكون أغنية كأس العالم طبعا فكرة جديدة وما حد عملها طبعا. رح يكون منتج أمريكي, المنتج هو شخص يا رب يعني سامحني يا رب أنا نسيت الاسم يعني, ولكن هو منتج معروف أنتج لمايكل جاكسون يعني اشتغل مع مايكل جاكسون سنوات عديدة. هو اللي راح ينتج هاي الأغنية المختصة بكأس العالم. أغنية راح تكون عالمية, راح تكون بكذا لهجة, حتكون بين العربي والإنجليزي طبعا. هاي التجربة الأولى إنه راح أغني كمان أيضا باللهجة الإنجليزية كمان. نعم. رح يكون بين العربي والإنجليزي. الشيء الجميل في الموضوع أنه الفكرة جديدة بحيث أنه العالم أو الناس هم اللي رح يكتبوا كلمات هاي الأغنية. نعم. يعني مش, مش, مش محضرين على فكرة إحنا شيء يعني حابينها تطلع شغلة من الناس. نعم. من خلال حتكون من خلال موقع mbc.net/عساف يوم 3/6 يعني بعد 3 أيام إن شاء الله, في بث حي ومباشر لمدة 24 ساعة طبعا. حيكون الموسيقار أيضا وليد فايد رح يكون موجود, أيضا الفنان ميشيل فاضل اللي بتوجه له بالتحية رح يعزفه. العازفين رح يكون عرب وأجانب. نعم. رح يكونوا ورح نصورها كلها بلايف ورح نعملها يعني تخيل انه انت بعفوية ومع الناس ونسألهم شو رايكوا عبر الانترنت, شو رايكوا بالكلمات هاي, ونجمع الجمل مع بعضها من خلال الشاعر نزار فرانسيس اللي بتوجه له بالتحية والألحان, ورح نسأل الناس شو رايكوا بالجملة هاي يعني بهذا الجو, عرفت كيف؟ نعم. يعني شيء من, 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 من روح الناس والمتابعين. فأتمنى أنه هالفكرة أن تكون حلوة وتلاقي يعني صدى عند الناس ويحبوا هذا الشيء, لأنه بالنهاية يعني إحنا بدنا نرضي الناس واللي بتابعونا كلهم. أنت عندك مع الكرة ولا والو؟ أنا طبعا أكيد هدي تساند أي فريق في المونديال؟ أنا في المونديال في المونديال يعني صدقا بكل صدق يعني راح أقول لك أنا قومية العربية يعني تسبقني. إذا الجزائر فأكيد يعني راح أكون قلبا وقالبا مع المنتخب الجزائري نهيك, لكن أنا إنسان صريح يعني ما بجاوب بدبلوماسية. أنا بشجع البرازيل أو ألمانيا إن شاء الله. نعم. نعم. ولكن أنا أتمنى التوفيق للمنتخب العربي الجزائري وياريت يعني إن شاء الله ياريت. علش لا ياريت يعني بنكون كلنا سعداء كعرب. يا ربي يا ربي. إذا محمد العساف آخر سؤال, شنو المواقف الغريبة اللي جرات لك من نيت شهرتي؟ سمعنا بأن واحد المعجبة كانت عطاتك ورقة بيضاء باش تعمل لها توقيع ولقيتي فأنا عقد زواج, بصح ولا لا؟ مزبوطة هاي الشغلة. هاي كنت عطاتك ورقة بيضاء في أمريكا, كان عندي تور, كان عندي عملت 18 حفلة ب 18 ولاية في أمريكا وفي كندا أيضا. فكنت في حفلة في منطقة سان فرانسيسكو بأمريكا, فكنت بتصور مع الفانز, فأجت صبية جابت لي ورقة قالت لي اكتب لي هون امضي لي, يعني أنا فكرت أوتوغراف أو إشي, فمسكت الورقة هيك فبطلع واللي هي عقد زواج, يعني عقد زواج مدني ومروس ورسمي للحكومة الأمريكية. قلت لها قلت لها طب اسمع, قلت لها غير الورقة بمضي لك.
هذا كان موقف جدا طريف. رد بالك. طبعا. إذن الفنان الفلسطيني محمد عساف تنتمناو لك التوفيق. الله يحفظك. مسيرتك الفنية وحنا تنتسناو الألبوم وأكيد غنرجعوا للألبوم إن شاء الله في لقاء آخر. مشاهدينا الكرام أبقى لينا نودعكم، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا من خلال الحلقة الأولى من موازين الميسيون. ونقول لكم بأن هذه الليلة غنقلوا لكم مباشرة الحفل بمنصة نهضة بعد الأخبار اللي غادي يحييه الفنان محمد عساف مراد بوريقي وكذلك ناصف زيتون. أهم الحفلات هذه الليلة حفل افتتاح بوالم سويسي مع الفنان جيستن تيمبرليك، وما تنسوش كذلك منصة سلا اللي غيكونوا فيها فنانين مغاربة الفائز بجنراسيون موازين دراغانوف، وغيكون كذلك هناك طارق باطمة وسعيد مسكر وعدة فنانين. أوقات ممتعة، تهلاو في راسكم، تلقاو غدا في نفس الموعد. شكرا.